معايا عبر الهاتف الآن زميلة عزيزة، أخت شاطرة متميزة، إعلامية رائعة جدا، وكمان في منصبها الإداري عاملة شغل عظيم جدا كما كان متوقعا. يعني زميلتنا العزيزة الإعلامية المميزة نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مشرفة ومنورة، وألف مليون مبروك يا نيرة. يا كريم انا بشكرك، ودايما كلامك حلو من القلب، وانت كمان اخويا، وانت كمان اعلامي متميز جدا وبجد مهني جدا، ودي حط تحتيها مليون خط لانك مهني وعندك ضميرك الاعلامي بيحركك بشكل غير طبيعي، وده اللي بيخليني دايما في اي مناسبه اكون بفضل دايما ان يكون متواجد. تشرف دايما يا نيره، تشرف جدا، ومليون مبروك. مليون مبروك والله، فرحه تستحقوها انتوا كمجلس اداره، ويستحقها بكل تأكيد أولا وأخيرا جمهور نادي الزمالك. الله يبارك فيك، وأنا كنت سامع الانترو بتاعتك كلها عن الكابتن حسين لبيب، هو ده حسين لبيب اللي بيعلمنا دايما إنكار الذات، وبيعلمنا دايما إن آخر حاجة تتكلموا عليها هي نفسكم. اتكلموا عن جماهيركم، اتكلموا عن فرقكم وأجهزتكم الفنية، اتكلموا عن أعضاء الجمعية العمومية، وانكروا ذاتكم تماما، ما تقعدوش تقولوا أنا عملت وأنا خليت وأنا سويت. عايزه اقول لك احنا لما بنبقى مثلا في مكتبه كل واحد في المجلس ده كادر محترم على دماغنا من فوق، واحنا مثلا الثلاثه اللي تحت السن اي ضيوف يجوا له المكتب بيقول لهم انتوا شايفين الثلاثه اللي هناك دول هم اللي شايلين النادي على كتافهم، واللي هو اصلا احنا يعني جنب كل الكوادر اللي فوق السن، وطبعا هو والكابتن هشام نصر والدكتور حسام المندوب والقامات المحترمه الاعضاء اللي فوق السن كلهم، عشان ما اقولش اسماء وانسى اسماء، احنا اصغرهم يعني، وكلهم كوادر وعندهم ملفاتهم اللي بينجحوا فيها وبقوه، ولكن هو دايما يقول الكلمه دي فلك ان تتخيل، فهو ده حسين لبيب يعني مفيش جديد. ومناسبه الجماهير، ايوه انا حابه اشكر الجماهير، انا حتى كان عندي حلقه على قناه الزمالك دلوقتي قلت جماهير الزمالك ما تعرفش اسماء، لا تعرف حسين لبيب ولا تعرف غيره، هي تعرف كيان الزمالك، هي بتروح تشجع الزمالك. امبارح احنا كنا كل شويه احنا كنا يعني بنشارك في يعني رايحين من بدري عشان لو حد احتاج حاجه او حاجه، انا ورامي واحمد خالد ودكتور حسام وكابتن احمد سليمان وكابتن حسين لبيب حتى كمان تواجد من بدري، استاذ عمرو قدم، كل المجلس تقريبا تواجد من بدري. كنت كل شويه لما اخرج يا كريم من يعني ابص من المقصوره الرئيسيه كده وابص للجماهير، حاجه ترد الروح، بس في نفس الوقت رعب بقى، انت بتتفرج على فيلم رعب. هي الناس دي ممكن تروح زعلانه، انا بقول لهم يعني كل شويه ادخل كده اقول لهم يا جماعه ايه الرعب اللي انا بتفرج عليه بره ده؟ ده فيلم رعب، على قد ما منظر يفرح بس فيلم رعب، انت مرعوب الناس دي هتروح عامله ازاي النهارده. احنا بنتفرج على بنتفرج انا هنا قدام التلفزيون، انا عمال اقول حتى الزمايل اللي كانوا بيتفرجوا معايا يا جماعه حرامي الناس دي تروح زعلانه، الماتش لازم يخلص، الحكم لازم يصفر، الناس دي مش هينفع يعني، الواحد اصلا حتى التخيل بتاعها مش راضيه تيجي في دماغك انه الناس دي تروح زعلانه لا قدر الله، والحمد لله ان هم روحوا مبسوطين. احنا تقريبا اخر 9 دقايق دي جزء كبير من المجلس اللي قاعد على الارض واللي واقف، انت متحمل مسؤوليه كل الناس دي، صح؟ فانت قاعد اللي هو خلاص احنا بدانا نوقف وبدانا ننهار تماما. يعني احنا مثلا عندنا استاذ عمرو ادهم دخل في نوبه بكاء بجد فوق ال10 دقايق، هو ما بيفصلش اول ما الحكم صفر، واول مره في حياتي اشوف استاذ عمرو ادهم كده، وكابتن احمد سليمان بقى وكابتن حسين لبيب، كل الناس احنا جالنا حاله انهيار. انا قلت لهم امبارح بعد ما الماتش خلص قلت لهم ايه ده طلع الموضوع مش شغل بس، ده في فرحه كمان. طبعا 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 احنا كنا بنشتغل وناسيين نفسنا في المكاتب ومش فارق لنا اي حاجه، وده دورنا وده واجب الناس. يعني اقول لك ده اللي احنا جايين نعمله، احنا مش جايين، ده دورنا وده حق الناس علينا، احنا مش بنعمل فيفر يعني للزمالك، يعني أنا عارف حق الناس علينا. انا عارف ان انتوا داخلين الانتخابات عارفين حجم الصعوبات اللي انتوا رايحين لها، وان كنت اظن ان الصعوبات كمان طلعت اكبر كمان من اللي انتوا كنتوا متخيلينها، ورغم كده انتوا بتشتغلوا طول الوقت وطول الوقت بتحلوا ازمات، احنا حتى كاعلاميين او حتى كجماهير بنشوف ان الصعوبات ديت بنقول لا ده مستحيل يعدوها، لا دي مستحيل يتخطوها، ازاي بتتخطوا كل هذه الازمات اللي فعلا في منتهى الصعوبه، عشان كمان بيقابلها اموال طائله، يعني اموال ما يتخيلهاش اي حد انها ممكن تقدروا تدبروها في وقت قصير جدا.
عارف بنعديها ازاي يا كريم؟ بنقفل على نفسنا المكتب مع الكابتن حسين، وكلنا حتى اصغر حد في المجلس ليه رايه وليه دوره، وبنقعد نتشاور كلنا مع بعض لحد ما نطلع بقرار يبقى نقدر نرضي فيه الناس دي كلها، نقدر نعدي بيه اي مشكله، نقدر نحل بيه اي ازمه. مفيش حد بياخد قرار منفرد، محدش بياخد قرار منفرد، بنقعد مع بعض بالخمس والست ساعات نشوف هنعمل ايه وهنوصل لايه هنخلي ايه، وما يعني بجد لا بيفرق معانا الوقت ولا اي حاجه، لانه ده واجب علينا وحق الجماهير علينا وحق اعضاء الجمعيه العموميه علينا اللي انتخبتنا، فبنقعد نتشاور مع بعض لحد ما نوصل لحل. فهو الحمد لله هو توفيق ربنا واخلاص النوايا كلنا تجاه بعض، وان كلنا بناخد راي بعض، وان ما فيش حاجه اسمها اصل دول صغيرين واصل دول كبار واصل دول بتوع كوره ودول بتوع هاندبول ودول واصل ده الرئيس وده النائب وده الامين. كلنا لما بنقفل على نفسنا اوضه كلنا شخص واحد، مفيش فرق بين اكبر حد واصغر حد، مفيش فرق بين الكابتن حسين لبيب ورامي نصوحي اصغر حد في المجلس، اصغر واحد سنا، كلنا لينا راي وكلنا لينا دور وكلنا بنتشاور مع بعض علشان نوصل بعض. مفيش واحد بيطلع بعد ما نقفل على بعض اوضه مغلقه يطلع يقول انا البطل انا اللي عملت، لا كله عايز ينكر ذاته، مش فارق معاه خالص. نيرة عايز اسالك على حاجه مهمه جدا، كل يوم للاسف في ازمه جديده بيخش فيها نادي الزمالك، ازمه متراكمه من سنوات يعني، بس نتيجتها بتبقى دلوقتي، ايقاف كده عشان الازمه الفلانيه، ايقاف كده عشان الازمه الثانيه. جمهور الزمالك بقى واثق فيكم ان انتوا تقدروا تتخطوا كل هذه الازمات، انتوا بقى لما بيجي لكم ازمه كل يوم من النوعيه ديت احساسكم بيبقى ايه؟ بتحسوا في مره بمرحله ياس؟ هل في اي مره مرحله من المراحل حسيتوا بياس بقى اللي هو هي المشاكل مش هتخلص ولا ايه؟ اقول لك على حاجه، اوقات كتير بنبقى مثلا خسرنا في الصالات او خسرنا ماتش كوره، انا ببات طول الليل متازمه جدا، برضو انا المسؤوليات الكبيره دي اول مره ادخل في مسؤوليات كبيره كده يعني، ببات طول الليل متازمه واكيد بيجي لنا حالات زعل وانهيار وحاجات شبه كده يعني، ببات طول الليل متازمه جدا وبعدين وطول الليل بقى يعني، وعلى السوشيال ميديا بتشتم وحاجات كتيره وعادي والله. انا بقول طول ما الانتقاد بناء احنا ادم ارتضيت تكون شخصيه عامه، انت طبيعي الناس تنتقدك، امال انت فاكر ايه؟ لكن دون التجريح بقى والاهانه والدخول في الحياه الشخصيه والكلام اللي انت طبعًا عارفه ده طبعًا. تمام، بقوم الصبح اروح المكتب اقول بقى ده انا هلاقي كابتن حسين لبيب ولا كابتن هشام ولا كابتن احمد سليمان ولا الدكتور حسام ولا كل المجلس زعلانين بقى وقافلين على نفسهم، بروح الاقي الناس دي بجد تضحك في وشنا وبتحمسنا، ونروح نلاقيهم عاملين كده يعني انت مثلا تبقى خسران بالليل في الصلاه تروح الصبح تلاقي هشام نصر موجود من الساعه 11 الصبح في النادي وعنده حماس للشغل غير طبيعي، لا بيكتئب ولا بييأس ولا بينهار ولا خالص، بادئ عادي. كابتن حسين لبيب اقول ده انا هدخل الاقي كابتن حسين لبيب يعني على اخره ومش طايق حد، العكس يدخل نلاقيه الصبح الابتسامه على وشه وتعالوا تعالوا اما اقول لكم ومش عارفه وهنعمل كذا وتعالوا يلا عشان نجتمع ونشوف هنعمل ايه ونتكلم مع بعض، بيديك طاقه انك تفكر من جديد وانك تتفائل وانك تشتغل من جديد، مش هو لوحده كل المجلس بنبقى خسرين ماتش كوره واروح الصبح اقول خلاص بقى الاقيه هو وكابتن حسين السيد كابتن احمد سليمان ناس عادي جايين يبداوا يومهم من جديد وعندهم طاقه وعندهم تفاؤل وعندهم طاقه ايجابيه. هاني شكري، هاني بيرزي، عمرو ادهم، محمد طارق، رامي نصوحي، احمد خالد حسنين اللي هم دول اخواتي بقى اللي احنا طول النهار والليل انا ورامي واحمد دول على التليفون بنشتغل بنتحمس وبناخد طاقتنا دي من كل الناس اللي انا بحكي لك عليها دي. الله. بتقوم الصبح تلاقي الناس عادي بتشتغل، ما يأستش، ما فقدتش الامل، هو ده اللي بيخلينا نعدي وننجح، ان احنا طول النهار في بالنا الجماهير، في بالنا اعضاء الجمعيه العموميه اللي قاعده تحت، في بالنا في بالنا في بالنا يعني، هو ده غير بقى فضل ربنا عليك ان عارف ان الناس دي كلها تجاه بعض نواياها سالكه وجايه تخدم من قلبها. فرب انا اول حاجه كتبتها امبارح ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. صح. انت عارف كل ماتش نخسره مثلا لا قدر الله صلاة كورة دايما في حد كده انا بوجه له الشكر، استاذ عمرو ادهم يطلبني في التليفون يلاقيني زعلانه يقول لي انا مش عايزك تزعلي احنا اتفقنا على ايه، انه دايما افتكري
إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. افتكري دي دايما، فهتعرفي إن دايما مجهودك مش هيروح على الأرض. هيجي يوم وهنفرح وهننبسط إحنا وكل الناس والجماهير والأعضاء وكده، فما تزعليش، تعبنا مش هيروح على الأرض. الطاقة الحلوة اللي أنت بتتكلمي بيها دي يا نيرة، أنا متأكد إنها هتوصل دلوقتي لجمهور الزمالك. أنا نفسي حسيت بطاقة حلوة قوي دلوقتي، واضح إنه الطاقة حلوة، واضح إن أنتوا بتشتغلوا مع بعض بحب شديد. ده المجلس جداً. اللي أنا فيه هم اللي طاقتهم كده والله. كلكم كلكم بصراحة كلكم بالزبط. حتى وأنت عمالة تقولي الأسماء كل شوية، والله أنا نادرا بصراحة يعني، والله لا لا ليس عيبا في من قبلكم أو قبلكم أو قبل قبلكم، بس أنا الفترة دي يعني شايف روح حلوة بينكم، يعني شايف أنت بتطلعي معايا تتكلمي على الآخرين، الاخرين يطلعوا معايا يتكلموا على الناس التانيين، يعني طول الوقت بسمع الروح ديت. دي بصراحه عشان ابقى امين معاكي ما كانتش في السنوات الاخيره حاجه معتاده في نادي الزمالك، واعتقد ده السر اللي بيحصل دلوقتي، سر النجاحات اللي بقت يعني تظهر مره اخرى في نادي الزمالك بصراحه. يعني الحمد لله، يا رب دايما نكون على قدر المسؤوليه، يا رب دايما. امبارح لما شفنا الجماهير دي وغيرهم اللي كان نفسهم يبقوا متواجدين جوه الاستاد وغصب عننا ما قدرناش يبقوا متواجدين، شوارع مصر يا كريم امبارح اللي كانت مقفوله وكوبري اكتوبر، كل الحاجات دي مصر باتت فرحانه امبارح لما الزمالك كسب. الله. فبجد انت يا رب دايما يقدرنا نكون على قدر مسؤوليه كل الناس اللي كانت موجوده. بشكر كل حد عمل ولو حاجه يعني بسيط. صغيره قد كده علشان نعيش اليوم الحلو بتاع امبارح، واللي على راسهم الجمهور طبعا اللي بجد على دماغنا من فوق. عايز اسالك كمان على امبارح، عجبني موقف حلو قوي، تهنئه النادي الاهلي السريعه جدا لنادي الزمالك بعد الفوز بالبطوله، ما استنوش. روح جديده برضو بتحصل بين اكبر ناديين في مصر والقاره الافريقيه، حاجه ما كناش بنشوفها برضو من فترات قريبه، وان كانت دي الاصل، يعني الاصل ان احنا العلاقه كانت جيده بين الاهلي والزمالك، الزمالك والاهلي. صحيح صحيح. بص يا كريم، انا مع زياره كابتن الخطيب ومجلسه للنادي قلت قبليها حتى بكام يوم لما كنا عايزين بنتكلم في الموضوع ده، وحتى في تصريحات تلفزيونيه قلت الكلام ده، قلت انه يا جماعه انا اتربيت وانا صغيره كنا ندخل النادي نلاقي بوكيه ورد كبير جدا، لما مثلا الزمالك يكسب بطولة إفريقية نلاقي بوكي ورد كبير جدا، وأنا صغيرة عندي 5 6 7 8 سنين ألاقي أهلي بيتكلموا إن البوكي ده جاي من النادي الأهلي. الصبح تاني يوم البطولة نفس الحكاية، الأهلي كسب أفريقيا تلاقي الزمالك باعت بوكي ورد كبير طالع في عربية كده رايح للنادي الأهلي. هو ده الطبيعي. صح. يعني إحنا ما بنعملش حاجة مبتكرة دلوقتي. صح. لا ده الحياة الطبيعية اللي كنا عايشينها زمان. أصل إحنا مش أعداء، إحنا كلنا أولاد بلد واحدة أول عن آخر. صح. نتحمس ونشجع ونختلف وقت ماتش كورة، وأقول لك لا أصل الحكم جه عليا وأنت تقولي لا الحكم جه عليا أنا، الكلام الطبيعي. المناوشات اللذيذة بتاعت الكورة بعد التسعين دقيقة خلصت. صح. بعد شوطين الهاندبول خلصت. صح. 5 أشواط الفولي خلصت، الأربعة كوارتر باسكت وكل الألعاب يعني. صح. ومختلف فئاتها الموضوع خلص. صح. يعني هنعمل ايه يعني؟ عندك حق. فهي لا للتعصب الرياضي، والدنيا بسيطة والدنيا حلوة، أنا بشجع نادية وأنت بتشجع ناديك، ومصر امبارح باتت فرحانة. صح. عندك حق. عشان الزمالك كسب، مصر هتبات فرحانة لو الأهلي كسب يوم السبت. إن شاء الله. طبيعي، هي دي الحياة الطبيعية يعني. إن شاء الله. وهي دي الرياضة المصرية. صح. واللي في الآخر لسه برضه كنت بتكلم النهاردة في البرنامج، إحنا إيه التارجت الأعظم يا كريم؟ أنت بتدعم ملف أكبر وأسمى من كده بكتير جدا، أكبر وأسمى من الأندية بكتير جدا، إنك في يوم من الأيام وبتستضيف بطولات والحاجات دي كلها ليه؟ عشان نفسك في يوم من الأيام بتفضل تدعم ملفك عشان تستضيف الأولمبياد في يوم من الأيام. إن شاء الله. ده الحدث الأكبر، فده مهم جدا يعني عشان خاطر الصورة الطيبة للرياضة المصرية يعني. يا نيرة دايما بتشرفي ودايما بتنوري، وألف مليون مبروك مرة أخرى. زميلتنا العزيزة المميزة الإعلامية نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بشكرك شكرا جزيلا. حلوة أوي المكالمة دي.